سيادة المستشار، يعني بعد ما بناخد وبنحصل على الحكم بيبقى نهائي، في إجراءات وخطوات لازم تتم علشان نحصل على أو ننفذ الحكم ده؟ طبعا طبعا، احنا نفترض ان احنا خلصنا الإجراءات وخدنا حكم نهائي نهائي عشان يبقى قابل للتنفيذ. الحكم مش هينفع يتنفذ إلا لما يكون نهائي نهائي كويس، أو في محاكم بتصدر أحكام قبل التنفيذ منذ صدورها. زي إيه؟ المحكمة المستعجلة، محكمة القضاء الإداري. يعني على رغم محكمة القضاء الإداري يعني طويلة المدى جدا في أحكام لما بتاخد حكم فيها حضرتك أو بيصدر فيها حكم، لكن مميزاتها العظمى جدا إن أحكامها مزيادة بالصيغة التنفيذية من ساعة ما بتصدر. يعني صدر حكم النهاردة يبقى من النهاردة قبل التنفيذ، والطعن ما يوقفش التنفيذ. جميلة جدا. يعني بالنسبة للأحكام المدنية إذا صدر لصالح حكم ممكن أنفذه حتى لو الطرف الثاني أو المدنية. المصلحة الحكومية أحكام المدنية طعن. أحكام المدنية أول درجة واستئناف. أحكام المستعجلة المدنية الموضوعية، أحكام مدني يعني مدني كلي. تمام. يعني مثلا شمال جنوب بتاع كده، ده لازم يكون حكم قضائي نهائي أول درجة واستئناف، حكم عادي زي مثلا حكم إلزام، حكم طرد موضوعي. تمام. اما المحاكم المستعجله، المحكمه المستعجله اميز ما فيها، اميز ما فيها تنفذ بمجرد الحكم يصدر النهارده وينفذ النهارده. تمام. وزيها القضاء الاداري، زيها محكمه القضاء الاداري نفس الحكايه برضه، لانها برضه احكامها مشموله بالنفاذ منذ صدورها، ليست لها ثمه علاقه وما ننتظرش طعن من الطرف الاخر. لا. تمام. الاستاذ مانويل ساخير فن. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. هو حضرتك انا كنت بسال، عندي شقين كنت عايز اكلم سعاده المستشار. عندي في السؤال في الشقين، كنت عايز اعرف ايه هي اجراءات رفع النقض، وهل المحامي بتاعي بيبقى معي؟ المحامي بتاع حضرتك ايه يا فندم؟ المحامي بتاعي لازم يبقى معايا توكيل، لازم اعمل توكيل بخصوص النقض، يعني تحديدا القضيه اللي هي رفع النقض ده تحديدا. يعني ولا توكيل عام قضايا يعني كان معمول قبل كده؟ يعني توكيل حضرتك عامل له توكيل عام قضايا لنفس القضيه اللي هي هيتم الطعن فيها بالنقد يا فندم؟ لا، المحامي بيقول لي اعمل لي توكيل جديد باسمي عشان ارفع النقد، ده غير القضيه الاولانيه. هو التوكيل الاولاني ما كانش باسمه؟ كان باسمه. طب هو ما كانش، مش هو بقايد النقد اصلا؟ مقايد نقد، هو محامي نقد. طيب لسه محامي نقد جديد؟ لا، هو يا فندم هو بعين يعني مقيد نقد حديثا. مقيد نقد حديثا، اصل محامي نقد مش كتير يعني. لا مقيد نقد من زمان هو. طب خلاص، بس هو عشان يرفع النقد، هي كانت قضيه عماليه وعملنا حكم ودرجه وعملنا استئناف، والاستئناف اي حكم ودرجه فبرفع النقد، فالنقد في خلال 60 يوم قبل 60 يوم اللي هي القانونيه. طبيعي. المحامي بتاعي قال لي ان المفروض ان انت تعمل لي توكيل تاني عشان ارفع بيه النقد. اوكي. يعني النقد برفع بيه التوكيل مع مذكره النقد. تمام. اوكي. بس كنت عايز اتاكد من المعلومه دي، والاجراءات ايه يعني غير ان انا باخد حكم اول درجه وحكم الاستئناف، وباخد عريضه الدعوه بتاعه النقد وبقدمهم بايدهم في محكمه النقد. الكلام ده صحيح؟ طيب حاضر يا فندم، هنرد على حضرتك. شكرا يا فندم. دي نقد النقد العمالي، النقد العمالي ده بيبقى المحامي اللي هيعمل النقد بيجيب الحكم الاستئنافي ويبتدي يفند اسباب الطعن بتاعته، ويبتدي يشوف اذا كان في ديفكت يعني او خطا في الاحكام دي او في الحكم يعني او في حيثياته. محكمه النقد بتشوف النقد لثلاث اسباب، دول لازم حضرتك برضو مهمين جدا. نمره واحد، الخطا في تطبيق القانون وتاويله او تاويله. نمره اثنين، القصور في التسبيب. نمره ثلاثه، الفساد في الاستدلال. ما يتعلق بالاول اللي هو الخطا في تطبيق القانون، ان تكون محكمه ثاني درجه، لان محكمه النقد تحاكم الحكم الخاص بثاني درجه. بمعنى ايه تحاكم الحكم يا فندم؟ تحاكم الحكم يعني بتشوف بتراجع مدى قانونيه الحكم الصادر من محكمه ثاني درجه. يعني طبقا للنص القانوني المستند ليه في الحكم يعني؟ محكمه الاستئناف ايدت حكم اول درجه او رفضته او عدلته او واتيفر يعني. محكمه النقد ما بتشوفش الموضوع، ما لهاش دعوه بالموضوع. محكمه النقد بتشوف محكمه الاستئناف طبقت القانون صح ولا لا، لان محكمه النقد ليست محكمه موضوع، وان هي محكمه قانون ما لهاش علاقه بالموضوع خالص. بتنظر الموضوع يا فندم. محكمه النقد محكمه قانون. في الجنائي ده في موضوع تاني، بس انا مش بتكلم في الجنائي عشان ما الخبطش الناس. محكمه النقد فيما يتعلق بالناحيه المدنيه تمام بتراقب مدى صحه
تطبيق محكمة تاني درجة للقانون على وقاعة التداعي. دي شغلتها. دي شغلتها. تمام. النقطة التانية اللي هي القصور في التسبيب، قد يكون الحكم صحيح الصادر محكمة الاستئناف ولكنه قصر في الأسباب. يعني أبدي دفاع جوهري لم يرد عليه من محكمة، من محامي الدفاع الخاص بالطعن مثلا، فبيطعن كده أو فساد في الاستدلال، أن يكون استدل على ما انتهى إليه الحكم استدلالا لا يتفق مع صحيح الواقعات اللي قدامه. يعني الواقعات ماشية يمين وكان واجبا أن يستدل على ما انتهى إليه من نفس الجانب بوفق الواقعات اللي هو سردها في حكمه، ثم تنحى يسارا. في الحالة دي بيبقى هناك فساد في الاستدلال. هي دي محكمة النقض اختصاصاتها. طيب الشق الثاني من السؤال المتصل كان بخصوص أن المحامي عاوز توكيل جديد. طب طالما نفس القضية، المحامي مش محتاج توكيل جديد خالص، مش كده؟ تمام. وعلى فكرة برضو هما في نقطة عايز أقوله عليها، هما في محكمة النقض احنا عشان احنا ما كملناش في الإجراءات بيجهز صحيفة الطعن بالنقض وبيتوجه إلى المحكمة وبيقدمها، وليها إجراءات بتسدد عنها رسوم معينة، وبعد ما الرسوم دي بحط لها دمجة المحاماة بتاعتها، وبعد ما بيتعمل الكلام ده والبروسيجرز دي كلها كويس، بياخدوا التوكيل. المحكمة الوحيدة اللي بتاخد اصل التوكيل العام بتاع القضايا، يمكن عشان ده كده قال له محتاج توكيل تاني، يمكن لو عنده قضايا تانية، لو عنده حاجة تانية جايز. لكن هما بياخدوا اصل التوكيل وبيحضر عادي، يعني سلم اصل التوكيل وبيحضر الجلسات عادي ولا محتاج توكيل تاني؟ التوكيل اللي بياخدوه ده عشان تقرير بتاعنا بالنقض. لكن ممكن المحكمة ممكن ياخد صورة تبقى الاصل منه من شارع هاري واحد، يعني طيب مش هاخد يديك 100 صورة. لكن يعني ممكن، لكن ده بيطلب وبيطلع عليه محكمة النقض. هو التوكيل لما بيتاخد وقت التخذ بتاعنا بالنقض بيمضي بقى على تقرير، بيمضي الاستاذ اللي بيروح المحامي بيمضي على تقرير بتاعنا بالنقض في 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 محكمة النقض. تمام كويس. وبياخد ايصال من المحكمة بما يفيد ايداع اسباب الطعن. وبيبقى له رقم تتابع بيتابع، اسمه رقم تتابع، بيتابع بيه النقض بعد كده، ورقم طعن بيتابع بيهم في محكمة النقض. الاستاذ ماهر، اتفضل. استاذ ماهر مساء الخير. ماشي مساء الخير يا فندم، اتفضل حضرتك. هو احيانا انا مأجر محل من 2017. ايوه يا فندم. وطبعا انا كنت باخد وصف وابني دلوقتي انا سبت له المحل وما عادش بيدفع الايجار وما باخدش وصف. وبعدين المحل ده كان مده، يعني مدة حضرتك بتدفع سنة. القيمه الايجاريه ومش بتحصل على ايصال. وبعدين قعد فتره كبيره ما بيسقى، يعني ما باخدش وصف. ايوه. فايه العمل يعني؟ يعني دلوقتي هم عملوا معاك اي اجراء كالملاك؟ هو جاي دلوقتي بيكلمني بيقول لي انا عاوز المحل. نسيبنا بيكلمني، عمل اجراء قانوني؟ لا ولا عمل اجراء ولا عايز، جاي يكلمني بيقول لي انا عاوز المحل. وبعدين بدفع الايجار وما باخدش وصف. ايوه. طب ليه مش بتاخد ايصال يا استاذ ماهر؟ نعم يا فندم. مش بتاخد ايصال ليه يا فندم؟ انا باخد ايجار، انا بدفع الايجار وباخد، المفروض اخد وصف. ايوه ليه مش بتاخد ايصال يا فندم؟ والله احنا قلنا محبه وبتاع منه. طب ما محبه، ما انت بتدفع القيمه الايجاريه يا فندم. طيب ما هو السنين اللي فاتت دي كلها ابني ما كانش بياخد وصولات. تمام. طيب في حد من المستاجرين حد من المستاجرين اللي مع حضرتك في نفس العقار يعني يشهد ان حضرتك كنت مسدد القيمه الايجاريه؟ الجيران ما نبقى لي مده بدفع ايجار وما باخدش وقت. يعني يقولوا الكلام ده؟ ممكن يقولوا، بس دول طبعا جيران مع بعض. طيب استاذ ماهر، صاحب الملك المالك عمل اجراء ضد حضرتك او ضد ابن حضرتك؟ ولا عمل، يعني ما عملش اي حاجه حضرتك، هو كلمني ودي محبه. طيب هرد على حضرتك. شكرا يا استاذ ماهر. طب ايه الاجراء اللي يعمله عشان يثبت حقه في الفتره اللي ما دفعش فيها القيمه الايجاريه دي؟ يعني دي مشكلته طبعا غريبه جدا، ويعني ما اعرفش. لكن بعد، على فكره في حاجات كتير بتقابلنا في العمل
بلاش علاقه بالقانون. زي المشكله دي مثلا ان ما فيش عندي ماده في القانون تقول لو واحد ما خدش ايصال عشان هو عشان محبه يبقى كذا. ما عندناش الكلام ده يعني. الكلام ده ودي حاجه ما تزعلش محبه ولا كره. ما ده زي ما التاني بياخد زي ما حضرتك قلت له كده. طب ما التاني بياخد ايجار محبه ما كانش يدفع ايجار بقى. صحيح ما يدفعش ايجار وما ياخدش وصل. لكن يدفع ايجار وما ياخدش وصل دي مش منطقيه. وبعدين دي مسؤوليه يعني مسؤوليه يعمل عليها اثار. يعمل انذار عرض يشوف هو دافع لحد امتى احلها له. يعمل برضه مش مشكله. هيعمل انذار عرض بالمده اللي هي من بدايه عدم نهايه الدفع. يعني زي مثلا من اول يناير 2020 ما بياخدش ايصالات لحد شهر 10. يعرض على المالك 3 4 شهور تاني على رد المحظر. كويس. لو المالك اداله لو المالك خدهم يبقى ده اقل ضمن تبقى خلصت. تمام خلاص. لو رفض لو ما خدهمش يتودعوا في المحكمه. بس في الحاله دي المالك بقى هيرفع قضيه. هيبقى من الصعب قوي ان هو هتصعب المأموريه على المالك ان هو يرفع قضيه يعني ان هو ياخدها ببساطه يعني. تمام. بس عن طريق انذار عرض. انذار عرض على يد المحضر. تمام. سياده المستشار ايه الاجراءات اللازمه لتنفيذ الحكم المدني؟ ايه الخطوات؟ هو نمره واحد في مستندات. يعني نوع الحكم بيفرق بتفرق من قضيه لقضيه. نوع الحكم بيفرق في اسلوب تنفيذه شويه او في ورق اللي مطلوب لتنفيذه. يعني انا مثلا لو هنفذ حكم اخلاء بطلب من الموكل نمره واحد سند التنفيذ المفروض يبقى مع المحامي. يعني بس ان هو خد الحكم او حصل عليه وخد زي الاخ اللي كان من شويه ده او زي المدام. هو بيحصل على الصيغه التنفيذيه للحكم بيحتفظ بيها المحامي يا فندم؟ على حسب كل حاله. في ولا موكل واجب يسلمها في الموكل. في موكل لا ما هو هيعمل بيها ايه الموكل؟ هو الموكل ياخد ورقه دي يعمل بيها ايه؟ الموكل عايز ينفذ. يعني انا ماشي انا خدت حكم صالحي كموكل وحضرتك المحامي. صحيح. انا هعمل بيها ايه؟ انا عايزك تنفذ لي الحكم. ده النمط بتاع الشغل اللي في العمل يعني. تمام. فهو اخد حكم صدر الحكم هياخد الحكم ده ويبتدي يستلم الصوره التنفيذيه لما يبقى نهائي او مستعجل وقضاء اداري. تمام زي ما حضرتك وضحت زي الثلاث حالات دول. وياخد الحكم ده ابتدي يعمل حاجه اسمها اعلام بالصيغه التنفيذيه. اعلام بالصيغه التنفيذيه بيبلغ بيه المحكوم ضده. كويس. ويبتدي بعد كده يبقى هذا الحكم قابل للتنفيذ. بي بي لو حكم اخلاء لازم بيبقى المحامي لما رفع القضيه قدم عقد الايجار او عقد البيع او وات ايفر يعني العقد اللي هيبقى اتفسخ مثلا لو عقد بيع او عقد الايجار لو خد طلب يبقى متقدم مع 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 مع, مع القضيه نفسها. فبيسحب الحكم التنفيذيه وبيسحب العقد مكتوب عليه نظر في الدعوه رقم كذا. لو مش مكتوب عليه نظر في الدعوه رقم كذا او المحضرين او المعاون التنفيذي اللي هينفذ ما يستقبلوش ما ياخدوش. ايوه طبعا. عشان مش هنفذ مش هاخد حكم على شقه 15 ونفذ على شقه 17 باي عقد. لازم تحديدا العقد اللي اتحكم بيه اللي موجود جوه القضيه هو اللي بيتسحب وبيتنظر من الموظف بتاع الجدول اللي هو بيسلم المحامي الورق ده يسلمه التنفيذيه ويسلمه العقد. يعني الحكم ده ما يتنفذش الا بالعقد ده. العقد ده اللي شافته المحكمه. صحيح. خدت بالك ازاي؟ عشان الموضوع يبقى مظبوط. بعد كده بيقدم ورق التنفيذ للمعاون التنفيذ بيتعرض على قاضي التنفيذ. كان زمان تحديد ورق ميعاد التنفيذ كان بيبقى يعني اسهل. دلوقتي عشان الظروف الامنيه وبتاع بيبقى فيه تحديد بقاضي التنفيذ. بيتعرض على قاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ ده قاضي موجود اسمه قاضي التنفيذ وقاضي عقبات ده المسمى كده قاضي التنفيذ اسمه كده موجود في كل محكمه كليه. كويس. بيتعرض عليه الورق وبيروح مأشر عليه تحدد يوم كذا للتنفيذ. نفترض مثلا ان انا هنفذ على مدرسه. مثلا مدرسه دي قصه وفي فتره الدراسه هيعمل ايه في الحاله دي؟ في حاجه بقى اسمها حضرتك استحاله التنفيذ. ممكن التنفيذ يتوقف، ممكن يرجع. قد يرى القاضي ان هناك موجبات للرجوع. مع ان في حكم. لا دي موضوع ما لوش علاقه بالحكم، خلاص الحكم تعظيم سلام، ما قلناش حاجه، الحكم هو عنوان الحقيقه، اتعلمناه واحنا في السنه الاولى في كليه حقوق. مفيش مشكله. ولكن تنفيذه وآلية تنفيذه قصه ثانيه. افرض هنفذ على مبنى يتبع احد الوزارات السياديه. تبع قد توصل اي حاجه بس حاجه يكون تنفيذ عليها صعب. انا اعمل ايه في الحاله دي كقاضي تنفيذ؟ انا كقاضي تنفيذ بقول ارجاء، بقول عرض على جهات معينه
يعني له سلطه تقديريه قاضي التنفيذ. بس فوق ليست له سلطه تقديريه، ليس له سلطه تقديريه في 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 الغاء الحكم او إرجاء، ولكن هو كلامه كله في 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 الموائمه بشأن الموائمه بشأن حاجه واحده كعقب التنفيذ، عقبات التنفيذ. واحد راح ينفذ على شقه ليه بدل باب الشقه حيطه مبنيه، يعمل ايه؟ حيطه ومدهونه ونفس لون الطرقه، يعمل ايه في الحاله دي؟ صحيح. يعمل ايه؟ يعرض على قضيه التنفيذ، وقضيه التنفيذ بالتليفون المحضر اللي بينزل او معاه التنفيذ بقى معاه تليفون، نعمل ايه يا فندم؟ تعال لي بالورق، بيروح له بالورق على المحكمه وبيبتدي يدي جواب للحي ويشوف الديزاين بتاع العماره دي ده باب ولا باب شقه ولا حيطه؟ هل مطابق للادوار العلوى والسفلى؟ طبعا بينزل مهندس، الكلام ده كله بيتعمل في اسبوع ولا 10 ايام على حسب برضه كفاءه المحامي اللي بينفذ. تمام. بينزل، بس اجيب لك حته صحيح، العقبه دي لذيذه قوي. بينزل يقول ان المهندس بيعمل تقرير ان اصل هذا المكان كان موجود فيه باب شقه مثلا. في الحاله دي بيامر القاضي على الفوز بالكسر، وبتنزل بقى قوه وبيعرف بقى ان دي فيها مشاكل يعني. تمام. حاجات فنيه جميله يا فندم. الاستاذ رمسيس اتفضل يا فندم. ايوه حضرتك اتفضل. استاذ رمسيس سؤال حضرتك. حضرتك انا عندي زوجتي ابوها متوفي ليه حوالي 34 سنه. ايوه فندم. زوجة حضرتك والدها متوفي بقاله 34 سنه. ايوه. هل حضرتك من حقي ان انا اللي ارفع قضيه واطالب بالميراث بتاعها؟ اول سؤال. يعني طب انتوا طالبتوا بالميراث قبل كده ولا لسه؟ طالبنا ودي ما قالوا، قالوا مالكمش عندنا حاجه مش مديكم حاجه. منتظر يعني هو زوجة الاستاذ رمسيس 34 سنة بقالهم 34 سنة ما طالبوش بالميراث، هل ممكن دلوقتي يطالبوا بالميراث ولا سقط حقهم؟ كده السؤال يا فندم، ولا في اي استفسار تاني؟ هو حضرتك معلش يا استاذ رمسيس انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم قوي. حضرتك مستني ايه 34 سنة؟ ما هو كان بيطلب ودي يا فندم. ودي 34 سنة؟ يروح يقول استنى سنتين ثلاثة ظروفنا تعبانة، استنى مش عارف ايه، استنى مش عارف ايه، فاستنينا حضرتك. لكن مفيش أي إجراء رسمي اتاخد في المدة دي؟ لا حضرتك مفيش أي إجراء رسمي نهائي، بس أنا سمعت اليومين دول حضرتك إن هو مثلا الورثة كل واحد باع لمراته وسجل لها الأرض دي الزراعية باسم مراته. هل من حق إن أنا بالمراث دلوقتي ولا هيبيع ولا إيه؟ بعد مضي 34 سنة. أيوه حضرتك. طيب حاضر يا فندم حاضر. هو هل يسقط الحق في مطالبة؟ حله الوحيد عشان يعني يعمل تحديث لهذا الموضوع يبتدي ما يخشش من مدخل الميراث، يخش من مدخل دعوة صورية عقود البيع اللي تمت ان كل واحد باع لمراته زي ما بيقول كده، علشان يعني يبقى 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 يثبت الصورية ان الصورية ان هو نما الى علمه في الفترة ديت كذا، يعني ان هو لم يتصل علمه بالواقعة الا مجددا. دي يثبتها بقى بمحضر شرطة، يثبتها بإنذارات على يد المحضر، يثبتها بشهادة شهود، ويبتدي يخش من المدخل ده. طب مثلا مش ممكن يستندوا انه المورث توفى مثلا من 34 سنة وانت مش من حقك؟ انا لم انا يكن علمي قد اتصل بواقعة البيع السوري اللي حصلت. انا هاخد وقعة البيع السوري دي. طب لا، المطالبة المطالبة بالميراث نفسه مش بيسقط يا فندم؟ يسقط ماشي، بس انا بقول لحضرتك يعني يعني انا انا مش هطالب، انا بطالب انا اصل يعني هو اتصال علمي ده مهم جدا. اي وقعة فيها سقوط العودة باتصال علم. فانا لو دخلت من اتصال العلم لم يتصل علمي الا حديثا عديت من السقوط، هيبقى الرد في النطاق الموضوع ده، فيبقى دخلوا في حوار دعاوى قضائية. انا اقول يعني يعني اقول القسم للمحكمة بشياكة، بس اوديه محكمه بشيك. نستاذن حضرتك نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن تنفيذ الاحكام المدنيه. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.